عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير، وانتم كتشاهدوا القناه ديالي، وانتم كتشاهدوا فيديو جديد ان شاء الله. كي دايرين؟ فمرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم في القناه ديالي، والناس اللي اول مره كتشاهد القناه ديالي حتى هي كنقول لكم مرحبا بكم في القناه. ما عليكم الا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله تنضموا للعائله ديالنا. ومرحبا بالناس القدام بطبيعه الحال، والناس اللي يعني الناس اللي بديت كنولفهم صراحه بالتعليق ديالكم، بديت كنولف سميات كل واحد بسميات ديالو. كنحييكم كاملين من القناه ديالي، وكنقول لكم مرحبا بكم مع فيديو جديد ان شاء الله. خليكم معنا اللي صورناها اليوم، هانتوما غتشوفوها ان شاء الله في القناه ديالي. وما تنساوناش بطبيعه الحال من التشجيعات ديالكم، من التعاليق اللي كتخلي دائما الواحد يعني كيستمر في القناه. والله الا الناس بداو كيسكنوا، سكنوا ماشي شتي، ها هو كاع الناس جايين كيروح كيجيبوا الرحيل ديالهم. تبارك الله. السلام عليكم. دابا انت اللي مكلف بالاجراءات هنايا ديال الناس اللي كيجيو يسكنوا والناس اللي كيجيو يحلوا. هضر لنا شويه على الاجواء كي داير. يعني كنتساعد معاه باي حاجه، يحتاج اي حاجه كنتساعدوا معاه، عنده شي حاجه خاصه كنصايبوها ليه. مزيان. يعني ما كنخليوش مره اخرى يعاود يرجع ما يلقاهاش ولا كيما كيجي كتصوم. بغيت نسولك على الظلمه. الظلمه كيفاش الخلاص ديالو راه كيدخل غير بالنسبه للضوء، ضروري المول الدار خاصو يجي مع واحد الفيزيبل من عند دروكلي. باش نيت الناس اللي كي ملي كيجي عندي انا كنركبوا لي نحتاج لا تريسيال لا حتى شي حاجه. ياك ايوا تبارك الله عليك، تهلا ليا في الناس ديال جوهرة البحر اللي هي في الدار اللي بسيطه اللي كنقدر عليها نصاوب المخرج هنا راه كيجيو معايا. شكرا اخويا، بارك الله فيك، تبارك الله عليك. اي حاجه بغاو مرحبا. ياك تبارك الله عليك، يلاه اللي جاي يسول على حكيم. شكرا اخويا، بارك الله فيك. نسلموا الساروت ان شاء الله. ياك والله الا فرحانه اليوم واحد جيت لقيت الناس كيسكنوا والناس كيطلعوا. دابا تقريبا ثمانية دابا ولا تسعود اللي سكنوا رسميين. عايش الناس اخرين راه باقي كيجيبوا حوايج. مزيان. ايوا مبروك عليهم. الله يبارك فيك. يلاه تبارك الله عليك. صافي. عليكم السلام. مرحبا بك، سكنتي ولا مازال؟ سكنت الحي، اختي مازال. ياك؟ ايوا تبارك الله، مبروك عليك. عرفتيني ولا لا؟ عرفتيني؟ تتبع عليك. ياك؟ متبعش المشروع ديال جوهرة البحر في اليوتيوب؟ في اليوتيوب. كنشوف لي زافيش ديالكم وكلشي في اليوتيوب، ماشي في زينة تي في، كتعرفيها؟ هي انا. ايوا تشرفينا لالا. شكون تشرفين؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. كيدايره انتيا؟ مزيان الحمد لله. مبروك عليكم اختي. الله يبارك فيك. لا مشروع زوين ان شاء الله. خويا بعدا راه سكن راه مزيان، عاجبو الحال. ايوا تبارك الله. الله يسهل. مزيان. الله يعاونكم. الله يعاونكم. شكرا. الظروف الشخصيه ديالك. ظروف الاجراءات ديالك. ظروف العمل والتسليم. شويه من التسليم ديال الشطر اللي مشى عليه.
الظروف الشخصيه ديالك ضروري. المهم مرحبا بكم كاملين، ان شاء الله نشوفوا اليوم فيديو جديد مع السي كريم. الشطر الثالث الاشغال ديالو، الشطر الرابع ان شاء الله خليكم مع الفيديو. ها هو الشطر الثالث، صراحة بدا كيبان يعني هما كيصبغوا العمارات. ها هما كريم، هادي 38 ولا انفاس معاها؟ هادي 25، هادي هي الاولى في العمارة الشطر الثالث، وهادي هي الاخرى. من عمارة 25 حتى العمارة 38، غادي هاد الصف هذا 25 26 27 28 غادي وغايجيب الدورة حتى غايوصل العمارة 38. شوف الأجواء هنا ديال داك الشارع الكبير اللي كلشي كيهضر عليه، الشارع هنا اللي فيه الكوميرس. شوفوا تبارك الله، يعني كنجوم باش نهضرو على الشطر الرابع. كنا صورنا ديك المرة اللي فاتت تقريبا هاد الشارع هذا، كنا واقفين في هاد الشارع هذا اللي كيربط اللي كيفرق ما بين الشاطئ الثالث والشاطئ الرابع. تقريبا هاد العمارات هادو ما كانوش طالعين. لا صح، دابا كما كنشوفوا العمارات هادو 30 والعماره 40 والعماره 41 راه طلعوا تبارك الله. ها هما كما كتشوفوا الشاطئ الثالث هو هذا. جوش يعني كما قلت لك زعما يديك البلاصه وتا كلشي كاين، المرافق راه ضروري، كلشي كاين وجود الخير. تقريبا جميع المرافق الضروريه غادي تكون خارج البروجي، كاين بزاف ديال المرافق غادي تكون خارج البروجي. الحمد لله الدنيا كتبان لنا زوينه الصراحه، واسعه شتي، عاد تبان دابا المشروع مزيان اللي تبناه شتي، ملي كيتصبغ الشطر عاد تيبانو، ملي كيتصبغوا العمارات عاد كيبانو. كتشوفوا هنايا الاشغال ديال الطرقان، كيصايبوا الطرقان هنايا، هذا كيصايبوا الرومبوان كريم. الكره هذه بانت لي ديال الرومبوان، حسيت براسي غادي حتى لقيت راسي كندور. ان شاء الله غادي يصايبوا الرومبوان. هانتوما كما كتشوفوا العمارات هادي تبارك الله. هنا كما كتشوفوا كنتواجدوا بالشطر الثالث، لكن نشوفوا العمارات هما هادو، هذه 25 صورنا في الشطر الثالث، ما كانش هاد لا والو، كانت الدنيا اصلا الطريق هادو اصلا الشطر الثالث التسليم ديالو الشهر 9 ان شاء الله غادي يكون في 30 شهر 9 2020 ان شاء الله يا ربي. انا باش ما نفوتوش هاد العماره هذه، هذه هي 26 وفاص ليها تقريبا، كاين عمارة 37 هادي 37 هي 37 لونطخي ديالها. هنايا 36 لا 27 العمارة اللي جات هنايا هي العمارة 34 27 هي اللي غادي نلقاوها، هي هادي هاي ها شوية
28 حداها عمارة 28 واللي في الطرف عمارة 29 ابخي كندوزو لذاك الصف كاين عمارة 30 31 32 33 ما بين العمارة 33 والعمارة 36 كاين واحد الاسباس ما بين العمارة هنايا 33 وبين العمارة 34 صافي دونك هادو هما الاشغال ديال الشطر الثالث والشطر الرابع. هنايا كما تشوفوا معايا كاين هذا هو الشطر الثالث وهاد البلاصه هادي هي اللي يكون فيها واحد الشطر تحت الفرن هي هادي راه كيصايبوها. ان شاء الله يلا تهلا فراسك.